عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من توعية. النهاردة هنتكلم استكمالا لسلسلة الحلقات اللي اتكلمنا فيها قبل كده، وقلنا احنا يهمنا ان احنا نعلي من قوة وكفاءة الجهاز المناعي في الفترة اللي جاية دي، لان دي هتبقى الدرع الواقي والحامي لينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم عن ايه النهاردة؟ هنتكلم عن المية. ايوه، طب خلاص المية يعني نشرب مية كتير وكده؟ لا، احنا تعودنا بقى نفهم وبالراحة وزي ما اتفقنا هنا ما بناخدش المعلومة ونجري. فركز معايا واسمع علشان تتابع الحلقات اللي جاية. ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس. ليه المية مهمة؟ هو انت جسمك فيه قد ايه مية؟ تخيل ان نسبة المية في جسمك نفس نسبة المية اللي موجودة في الكل، فوق 70%. يعني المية اللي في الارض قد المية اللي في جسمك، ولازم تحافظ عليها. طب المية اللي في الارض في مطر ودورة حياة للمية كده، وبتطلع ومطر ودي بتنزل وانهار طب احنا بنشرب، شربنا مية بنحافظ عليها، ما شربناش خلاص. تخيل لو الارض المية اللي فيها قلت، كارثة، مصيبة، نفس الكارثة في جسمنا. يبقى اذا المية هي شيء اساسي. طب ايه يعني لو قلت؟ تخيل ان في حالات كتير جدا ممكن انت بتشوفها بنفسك، ممكن تبقى قاعد مع حد وتلاقيه مرة واحدة كده يقول لك، طب يا مك ايه مالك؟ مش عارف تايخ ليه؟ حاسس بزغللة كده. طب انت اكلت كويس النهاردة؟ اه يا عم انا اكلت النهاردة كويس، اكل كويس قوي كمان. غريبة، طب مالك كده فيه؟ طب قست السكر؟ قست ندخل في قصص تاني كتير خالص، لدرجة ان هو يبقى يفقد الوعي وهيقع يعني، وبتحصل في بعض الاحيان. والسبب فيها قلة شرب المية. ليه؟ المية قلت لزوجة الدم عاليت، يعني السيولة بتاعته ما بقتش زي هو المفروض يبقى طبيعي عشان يقدر القلب ياخد الدم ده ويعمله بامبنج كده، يدخل كل الجسم كله ويشتغل في الدورة بتاعته، الدورة الدموية بتاعته. فاللزوج الدم بقى تقيل، مش قادر يمشي، فبالتالي مش قادر يوصل للمخ كويس. لذلك اول حاجة بتتأثر بقلة شرب المية هي المخ والقلب. ليه؟ الدم تقيل ما بيوصلش المخ، القلب مش قادر، حاجة تقيلة. فإيه اللي بيحصل؟ لو فضل الوضع مستمر بالشكل ده كتير، هو الجسم في الأول بيحاول ويعوض ويحاول، لا وإزاي القلب يشتغل كويس. أنت فضلت بقى تهرج وماشي بنفس الموضوع ده، ما بتشربش مية وبتنسى تشرب مية. لا، ندخل بقى هنا في مرحلة خطيرة قوي، وهي مرحلة الجلطات. كتير قوي بنسمع عن ناس ربنا يعافينا ويكفينا شر الفجأة، موت الفجأة، ان حد مات وهو نايم. وكتير من الحالات دي بيكون بسبب قلة شرب المية، فلزوجة الدم عاليت فحصل جلطة وهو نايم. لان وانا بتحرك بيكون في نشاط في الدورة الدموية، انما وانا نايم مفيش اي حركة خالص، فالقلب شغال بالراحة قوي ودقاته قليلة قوي. فلازم الدم سيولته تبقى كويسة علشان يقدر يمشي ويتحرك. انما اللزوجة دي تدخلنا في قصة تانية، اللي يقول لك هبوط حاد في الدورة الدموية. ليه؟ سببه ايه؟ من الاسباب الرئيسية قلة شرب المية. تمام، طيب انا بشرب مية كتير ولا لا؟ اعرف ازاي المفروض اشرب قد ايه؟ ما تم الاتفاق عليه عالميا ان المفروض البني ادم الطبيعي بيتناول من 2 لـ 3 لتر مية يوميا. يوميا؟ اه، يعني في الصيف زي في الشتاء؟ اه، بس في الصيف هتكتر. ليه؟ بتعرق، فكمية العرق اللي بتخرج منك دي كلها دي فقد للسوائل، فلازم تعوضها. من اكتر الحاجات اللي بتتأثر في جسمنا بنقص المية كمان بعد القلب والمخ الكلى. ربنا سبحانه وتعالى لأهمية المية في جسمنا خلق لنا الجهاز اللي بيتعامل معها مش كلى واحدة، دول 2. علشان ايه؟ نشرب مية كتير كل يوم وتنظف السموم اللي موجودة في جسمي دي كلها. فصحة الكلى مربوطة بصحة المية. اللي يخليني اقدر اعرف اذا كنت انا بشرب كمية مية مناسبة ولا لا هو لون البول. كل ما لون البول يبقى اصفر زيادة ولونه غامق، ده معناها ان انا بشرب كمية مية قليلة. كل ما لونه يميل الى ان هو يبقى شفاف اكتر، يبقى انا كده تمام بشرب كمية مية مناسبة. فخلي عينك على البول بعد كده وتاخد بالك من لونه، ده شيء مهم قوي. طيب، هو في ناس بتقول طيب انا بشرب كمية شاي كتير فيعتبر الشاي ده من ضمن المية. ممكن وممكن،
لكن هو مش اساسي قوي زي ما انت بتقول كده. هو فعلا ميه، لكن هو الشاي اصلا مضر للبول، فانت هيخليك تدخل الحمام كتير قوي. فيفضل ان انا ما احسبش كميه الميه المفروض اشربها من كميه ايه الشاي، يعني ما اخصمش دي من دي. فهو اشرب لي 2 3 لتر ميه، شربت لي لتر شاي النهارده، فاقول خلاص كده اشرب لي لتر ولا لتر ونص ميه كمان وخلاص. لا، الميه دي شيء اساسي، تعود دايما ازازتك في ايدك طول ما انت قاعد بتشرب ميه. ما تنساش، وخصوصا في الشتاء الجو مش حار تلاقي نفسك ما بتعطش. لا، فكر نفسك وكل ام تفكر اولادها. الكلام ده خطر جدا على الاطفال وليه علاقه بالانتباه والتركيز والكلام ده. طيب، يبقى الشاي ما بيتحسبش من ضمن كميه الميه. المشروبات الغازيه، بيبسي، حاجات بقى السودا وغير السودا، كل الانواع، هل دي تتحسب من ضمن الميه؟ لا، ده سكر. انا بسميها الحاجات دي سكر مش ميه. احنا عملنا حلقه كامله، هنبقى اللينك بتاعها اسفل الفيديو، بتتكلم عن المشروبات الغازيه والمصايب اللي بتعملها، اللي شويه ان شاء الله وهيتكتب عليها زي ما بيتكتب على السجاير. كل اللي بيتكتب على علب السجاير تسبب كذا وكذا وكذا وكذا، هيتكتب على المشروبات الغازيه ده لو ما اتمنعتش. فدي لا تحسب منها، دي سكر. طيب، الميه وسط الاكل هي بتجيب كرش ولا لا؟ ومفروض اشرب ميه وسط الاكل ولا ما اشربش؟ لا، هي مش بتجيب كرش بشكل مباشر، لكن هي فكرتها في ايه؟ الاكل اللي احنا بناكله ما بينزل المعده، ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا كتير قبل كده ان بتلاقي فيه بشكل طبيعي بيتم افراز حمض ال HCL اللي هو قادر على ان هو يقضي على الجراثيم كلها. في انزيمات معينه بيتم افرازها في المعده او من البنكرياس، بتطلع في مجموع كوكتيل انزيمات كده موجود. لو انا زودت الميه في وسط الاكل، الانزيمات دي تركيزها هيقل، يبقى اذا الهضم بتاع الاكل بتاعي ده مش هيحصل بسرعه، لان انا خففت تركيز الانزيمات اللي بتهضم لي الاكل ده، وخففت تركيز حمض ال HCL اللي موجود في المعده. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بطء في الهضم، اللي احنا بنسميها ايه؟ عسر هضم. فبالتالي لما يحصل عسر، انا الاكل هيفضل في بطني فتره طويله. لذلك من الحاجات الغريبه اللي بيتم بعض الناس بيلجأوا ليها، وللاسف بعض الاطباء بينصحوهم بيها، يقول لهم ايه، انت بتعملي دايت وكده ومش عايزه تاكلي كتير، طيب انا عايزاكي بقى تشربي لي ايه وسط الاكل؟ كوبايتين ثلاثه ميه. وده مش صح. هو ده الفكره، ان انا عشان افضل حاسه بالشبع فتره كده وخلاص، فانا اديها ميه وسط الاكل؟ ده يعمل لي عسر هضم، وده شيء مش صح. طيب، تخيل من الحاجات العجيبه، انت عارف موضوع الميه ده يعني ابحاث كتير شغاله لحد دلوقتي، وكل يوم بيكتشفوا حاجات جديده. من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم نبقى عارفينها عن الميه، الاتجاه دلوقتي ايه؟ الدم ده احنا عارفين ان في حاجه، ده حامض وده قلوي، ونسبه الحموضه ونسبه القلويه. الميه المفروض الطبيعي بتاعها ان هي تبقى 7 نيوترال، اللي هي المتعادله، ولا منها حمضيه ولا منها قلويه. للاسف معظم الميه اللي احنا بنشربها هي حمضيه، وده اللي خلى بعض الشركات تلجا للمياه القلويه، وبدات بعد الناس بتستعملها. ليه؟ الثقافه في الغرب عارف ايه، الميه لما تبقى حامضيه زياده كده، لو هي مش صحيه يعني وحامضيه زياده، او انا بشرب حاجات حامضيه كتير، حمضيه كتير زي البيبسي والحاجات دي كلها، ده بيأثر على نسبه الحموضه اللي موجوده في الدم. نسبه الحموضه اللي موجوده في الدم لو عليت، الدم نفسه كل التمثيل الغذائي وكل العمليات الحيوية اللي بتحصل في الدم، الميكانيزم بتاع كل حاجة صغيرة بتحصل في الدم بتتأثر. لذلك دلوقتي في بعض الدول، زي ما احنا بنيجي نعمل هنا ايه، مريض جاي بنقول احنا عايزين صورة دم كاملة، ده الاتجاه دلوقتي ايه، احنا عايزين نقيس حموضة الدم. ليه؟ لو نسبة الحموضة مش مظبوطة في الدم ولازم يبقى متعادل، الدنيا بايظة، فنظبطها الأول. فدي حاجة من الحاجات الأساسية جدا بتاعت المية. طب هل معنى كده أن ينصح أن أنا أتناول المياه القلوية؟ لا ينصح بها المياه القلوية. احنا مش عايزين نغير برضو في نسبة الحموضة اللي هي بتبقى موجودة في المعدة وحمض ال HCL والحاجات دي، فده غير شيء غير صحي يعني، ولا ينصح بيه. طيب، أشربها في إيه؟ اتكلمنا قبل كده عن موضوع ان انا الازايز والكوبايات والحاجات دي، هيبقى في لينك، المقاله هتبقى موجوده اسفل الفيديو، وقلنا ان احنا ما ينفعش الكوبايات البلاستيك والازايز البلاستيك اللي هي بتتباع المياه المعدنيه دي، لا يعاد استعمالها مره اخرى تاني. افضل حاجه يتشرب فيها هو الازاز، فبلاش يبقى جايب ازازه ميه معدنيه وعمال اقعد املى فيها كل شويه اقعد اشرب منها، ده شيء خطير جدا. وتعرف كل البيانات دي بالتفصيل من المقال اللي هتلاقيه تحت. في ناس الميه بالنسبه لهم
لايف سيفنج، لو قلت عندهم تبقى مصيبة، تبقى كارثة بالنسبة لهم. ودول أكثر المفروض يبقوا أكثر اهتماما بموضوع شرب المية، وإحنا نفكرهم لو نسيوا كمان. مين؟ كبار السن، الناس الكبيرة في السن، الناس اللي عندها مشاكل في الضغط، الناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول ومرضى السكر، ده غير الأطفال طبعا. فهي المية مهمة لكل الناس، بس دول أهم حاجة، لأنها علاقة زي ما قلنا بشكل مباشر بسيولة الدم والجلطات. ربنا يعافينا وإياكم جميعا. أنت ممكن تقدر تعيش فترة من غير أكل، لكن ما تقدرش تعيش من غير مية كتير. خلي المية عادة أساسية في حياتك، كل الناس تفكر كل الناس بشرب المية. كل واحد فينا ماشي في ايده ازازة مية، قاعدين في البيت معملين نشرب مية. اهم من الاكل المية. وعلى وعد بلقاء جديد في حلقة جديدة من توعية. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا ويبارك فيهم. ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.